أنا لست شيعيا أسب صحابة أو ناصريا ضد آل محمد، أنا لست صوفيا أطوف بقبة، أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي، ولست يهوديا ولست برافضي، والرافضي في الأصل كالمتهودي، أنا لست تكفيري ولست بخارجي، يرى مؤمنا بالله مرتد ملحدي، أنا لست إخواني يجر بفتنة وأراد دمار المسلمين على يدي، أنا لست مبتدعا يقول بكيفه ويسلك أهل الشر في سلكه الردي، أنا لست حزبيا أفرق أمتي، أنا ضد أحزاب تهيم وتعتدي، أنا لست جهميا ولست معطلا، أنا لست زنديقا بلبسي مرتدي، أنا لست حدادي ولست بطاعن، ولست بسباب أهل العلم أعتدي، ولست مميعا أبدا ولست مخذلا، أكابر أهل العلم في النهي أهتدي، أنا لست تبليغي ولست مبلغا لدعوة مبتدع وبالجهل أبتدي، ولست إباضيا ونهجهم الذي يرون كتاب الله خلقا كساعدي، أنا لست عقلاني أرد شريعة ولا أرفض النقل صحيح وأرددي، أنا لست علماني ولست بملحد ولست بليبرالي بغيض حاقدي، أنا لست ثوريا ولست مؤججا لبركان نار في كراسي السؤددي، أنا لست عصبيا ولا متعصبا، أنا ضد مبتدع شقي حاسدي، أنا يا أخي في الله واسمع منهجي، خذ يا أخي في الله بيدي وساعدي، سلفية في النهج نهج الأنبياء وجميع أصحاب الرسول محمد، منهم أبو بكر وأبو حفص عمر وكذاك عثمان وأبو الحسن الندي وجميع أصحاب الرسول وآله وكذاك صحب في بقيع الغرقد والتابعون كمالك والشافعي وأبي حنيفة وابن حنبل أحمد وابن المسيب والبخاري ومسلم والترمذي ونافع ومسدد وكذاك سفيان كذا ابن عيينة وكذا ابن تيمية الإمام المهند وجميع أهل العلم أعلام الهدى هم كالنجوم علامة للمهتدي في عصرنا الحاضر نجوم سواطع كالعالم العلم الإمام المجدد أعني الإمام ابن التميم محمدا ومجدد التوحيد خير مجاهدي وكذاك آل الشيخ نعم مشايخ والشيخ مقبل وابن باز المرشد ومحدث العصر الحديث بأردن وكذا فقيه في عنيزة زاهدي ومحمد الجامي وزيد المدخلي والمدخلي ربيع ثم محمدي وكذلك الفوزان وابن الجابري والبدر والحيدان خير أماجدي وكذاك شيخ في الحديدة راحل والدار تشهد فضل ذاك العابدي وكذلك الأسد بن رسلان الذي يدعو إلى الله العظيم الواحد وجميع من هم في الخليج وشامنا
والمغرب العربي ويا اليمن أشهدي وكذا بلاد الرافدين ومصرنا وكذلك الأحواز كم من مهتدي وجميع من هم في مشارق أرضنا وجميع من سلكوا طريقة أحمدي يا رب وفقنا وألف بيننا واجعل خواتمنا بحال السجد واصلح ولاة أمورنا شبابنا منك الصلاح إلهنا بك نهتدي يا رب واجعل نهجنا نهج الرسول محمد وصحابه فبنهجهم فلنقتدي يا رب وفقنا بعلم نافع واهد العباد على لزوم المسجد ثم الصلاة على النبي وآله وجميع أصحاب الرسول محمد.